هنروح الحقيقه لخبرين محليين، وهما خبرين بيتكلموا عن بطوله عالم. هنتكلم عن بطوله عالم للجمباز الاول، وبعد كده هنروح لبطوله العالم في السلاح. مصر بتحتضنهم هذه الايام، او واحده ابتدت خلاص والثانيه على وشك انها تبتدي. افتتاح تاريخي وافتتاح رائع لبطوله الجمباز، بطوله العالم للجمباز، واللي اتعملت على صاله واحد في استاد القاهره. الصاله الرئيسيه باستاد القاهره الدولي استضافت حفل افتتاح بطوله كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، واللي بتتلعب هنا في مصر في الفتره من 15 ل 18 فبراير اللي احنا فيه. البطوله دي من سلسله بطولات المؤهله للاولمبياد باريس 2024. وبدا حفل الافتتاح الرائع بعرض للموزع الموسيقي هشام خرمه، مع مشاركه 300 لاعب ولاعبه من 37 هيئه رياضيه من جميع انحاء الجمهوريه في عرض الافتتاح اللي اشاد بيه كل البعثات والمسؤولين الدوليين. وبعده كان في قسم الحكام وقسم اللاعبين، وكلمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي. زي ما حضراتكم شايفين يعني افتتاح أسطوري الحقيقة للجمباز المصري. البطولة مشارك فيها 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة، كأكبر عدد من الدول في البطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين. وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار 3 سنوات متتالية 22 23 و24 مع قطر وألمانيا وأذربيجان. كاميرا الأبطال كانت موجودة في حفل الافتتاح، صورنا التقييد ده اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا بادين استعدادات بقالنا كتير، بقالنا اكتر من 6 شهور البطوله، والحقيقه البطوله ما كانش متوقع هذا الكم من المشاركات الدوليه من الدول من بره. البطوله هي عباره عن بطاقات التاهيل للاولمبياد بتاعه باريس، فكان لازم يكون الافتتاح على قد الحدث. فالحدث هو احنا عملنا سلوجن للبطوله، هو حلمنا واحد، حلمنا واحد، بندي امل للجيل الجديد ابطال الجمهوريه من مصر ان هم يكون عندهم حلم الوصول للاولمبياد، فهم ابطال العرض النهارده. الفكره كانت الهدف من ان الجمباز معروف من الاف السنين، فالاتجاه في عرض الافتتاح ان احنا بناكد ده وبنحاول نوريه للعالم كله ان احنا الرياضه بدات من زمان جدا من ايام الفراعنه، والعالم كله بيحب اجمل حاجه في مصر والمزارات السياحيه والمعابد، فكان ده السيم بتاع البطوله النهارده ان احنا في معبد كبير بنحاول نوصل ابطال الاولمبيات، يعني الانتقال من الماضي للحاضر. فان شاء الله يعجبكم باذن الله عرض الافتتاح. حقيقه احنا لاعبين الجمباز تقريبا في فتره اعداد مستديمه على مدار فترات طويله جدا، لان احنا البطولات متلاحقه، يعني احنا النهارده في كاس العالم القاهره، الاسبوع الجاي في كاس العالم المؤهل للاولمبياد ايضا في قطبس في المانيا، هو استكمالا لسلسله كؤوس العالم المؤهله للاولمبياد. فالحقيقه الاستعدادات داخليا في المركز الاولمبي للمنتخبات القوميه، المنتخب المصري في معسكر مغلق بقاله فتره طويله جدا، اكثر من سنه تقريبا، للاستعداد لكل البطولات المؤهله للاولمبياد مش بس كاس عالم القاهره. هي الحقيقه البطوله دي بطوله مهمه، وكاس عالم بيتعمل كل سنه، والحقيقه هي بطوله العالم جزء من التأهل لباريس 2024، ودي من هنا جت أهمية البطولة وأهمية عدد المشاركين وكمان مستوى اللاعبين المشاركين الكبار اللي جايين، يعني فيهم لاعبين واخدين ميداليات أولمبية بطولات عالم 70 دولة، لأن هي البطولة مهمة في التأهيل، و 293 لاعب وبنقول 300. والعرض الحقيقه والتنظيم بيتم عن طريق الاتحاد نفسه واولاده واولاد اللعبه. الحمد لله بادئين بقالنا فتره كبيره جدا على التحضيرات، يعني مجموعه العمل كلها والدكتور ايهاب رئيس الاتحاد طبعا والمجموعه الاساسيه اللجنه الرئيسيه بتاعه البطوله بقالنا فتره شغالين ومسكنا كل نقطه كده يعني من زمان، وحضرتك عارفين ان احنا عملنا كذا بطوله السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، فيعني المره دي احنا كنا افضل في الترتيب كمان من المره فاتت، وكان في تفاصيل ساعات في البطولات اللي فاتت كانت يعني بتبقى واقعه مننا شويه، فاحنا الحمد لله المره دي غطينا اكتر التفاصيل بشكل اكتر، بقينا مركزين اكتر، الناس مجموعه العمل بقت عندها خبره كويسه في العمل، وكل لجنه بقت عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي، وكل مره الحمد لله احنا بنطور من نفسنا، وان شاء الله نعمل بطوله كويسه للساده المشاهدين ونبقى فخر لمصر باذن الله يعني.
مجهود كبير، مجهود في خبرة برضو، لأن دي النسخة الثالثة للبطولة. الحمد لله من أكبر بطولات كأسات العالم اللي أقيمت على مدار يعني إقامة بطولات كأسات العالم، أكتر من 70 دولة، 293 لاعب، أولمبيين عالميين كلهم جايين ينافسوا في بطولة شرسة جدا، يعني تنافس بطولة العالم عشان يقدروا يتأهلوا لبطولة دورة الألعاب الأولمبية إن شاء الله. مش هقول بس تعالوا عشان اسم مصر والناس تشوف ان احنا فعلا من اكتر الدول اللي ليها شعبيه كبيره في الجمباز، لكن دي خبره للولاد مش هنقدر نعوضها تاني. البطوله جت لغايه عندنا ان ابنك يشوف اي بلس لاعبين اولمبيين، لاعبين عالميين، دي خبره مش هتقدر تعوضها تاني، لانك لو هتعوضها تاني هتعوضها بفلوس كتير جدا. احنا طبعا فخورين ان بطولة زي دي بتقام على أرض مصر، أرض الفرعنة، لأن إحنا دلوقتي موجود أكتر من 70 دولة مشاركة في الإيفان ده، حوالي 295 لاعب، فإحنا عملنا العدد مرتين عن السنة اللي فاتت. ودي بطولة مهمة مش بس عشان هي مؤهلة للأولمبياد، بس عشان كمان اللي تأهلوا للأولمبياد بيجربوا نفسهم على الأجهزة اللي هتبقى في باريس 2024. فالحدث ده مهم لكل أبطال العالم ان هم يبقوا متواجدين على ارض مصر، وهم بعد مشاركات في كذا دوله بقت مصر من الدول المحببه ان هم يجوا يشاركوا فيها. الحقيقه افضل اقول ان البطولات دي ليها يعني قيمة كبيرة اللي انت تستضيفها على أرض مصر، خاصة يعني الفنية والإدارية، ده طبعا غير السياحية، لأنه طبعا النهاردة لما كل العالم بيشارك عدد كبير جدا من اللاعبين واللاعبات وجنسيات مختلفة، يعني بنتكلم في 40-50 دولة موجودين على أرض مصر في حدث واحد، والأحداث كتيرة بتتكرر، ده في حد ذاته يعني العالم كله بيشوف وضع مصر، بيشوف إيه البنية التحتية الرياضية اللي موجودة في مصر، بيتعامل مع الدولة، ودايما بتبقى يعني مصر حاضرة في كل الدول من خلال بطولة انت نظمتها في 3-4 أيام على أرض مصر.